علينا من قلوبها من عيده يلي بده يعادينا عم يحفر قبر بيده نخوتنا وشهامتنا جوهر أصالتنا عزتنا وكرامتنا ديار ونافورة سيعة وردة جورية ياسمينة فمحة كورة حرارتنا الشامية يا لا 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 يا لا
بسم الله. هو الرقم شو وصل؟ يا ساتر يا رب. يا الله. هو الغرفة اللي صار. فوت لوقت. بسرعة ورا الميكروفون ولاد الكلب. يلا اختي يلا بسرعة. بعدين. الحمد لله الكل رجع. الله يعطيكم العافية. يا بي قدرتوا تسعفوا كل هالناس؟ اللي قدرنا نلحقه اسعفناه واللي ما لحقناه مات بأرضه. لا حول ولا قوة إلا بالله. فوتنا يا بي فوت، الكهرباء ما راح تجي. ما بنعرف شو بده يصير. الله يتلطف فينا. يلا تصبح على خير يا بي. وأنت بخير يا بي.
لازم ما ينسكت على الحرامية يلي سرقوا دكاكين الناس. مظبوط ولا أنا غلطان يا زعيم؟ عمي الكراكون عم يقول اللي سرق دكانته ينزل لعندهم ويقدم معروض بالقصة وخلصنا. يا جماعة أنا بقول إنه الحرامية من برات الحارة استغلوا ظروف القصف والناس الهربانة قام سرقوا الحارات والبيوت، والحمد لله اليوم وقف القصف. ولو كان نحن لازم نتأكد من اللي سرقوا. إش كان سرقوا مشان يأكلوا ويشربوا نعفي عن هون، وإش كان سرقوا مشان يعبوا جيوب هون بدنا نحاسب هون. معك حق يا زعيم، وأنا هلا رايح على الكركون مشان أشتكي عليهم. شو بتقول مختار؟ إيه لازم تشتكي، لأنه لما منعرف إن هن الحرامية منعرف مين هو اللي بحاجة لمساعدة ومنساعده. مثل ما بدك يا مصطفى، روح اشتكي واعمل اللي بدك إياه. يلا شو علي شرف أبو حدود. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا زعيم يا مختار إجانا ضيوف من حارات الشام كلها. وشرفتونا، البيت بيتكن، مصابنا واحد ووجعنا واحد. أهلا وسهلا بالعقيد أبو النار، أهلا وسهلا أبو قاسم بشيخنا. العتبة إلنا وصدر الحارة إلكم، بعون الله ما رح تنضابوا. أهلا وسهلا فيكم. بيوتنا كلها مفتوحة إلكم، وهي الشام عمي، الشام أم والأم بتلم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. الله يحيي أصلكم. كل عمركم يا أهل الصالحية هالجود وكرام، وهذا عشمنا فيكم وبكل أهل البلد وين ما رحنا. عمي أهل الشام أهل الكرم والخير، وطالما أنتم عنا إن شاء الله ما بتنضموا بنوب، وألف أهلا وسهلا فيكم. كتر الله خيركم وفضلكم على رأسنا ليوم الدين. الله يجزيكم الخير، وهذا عشمنا فيكم وما بتعصروا. الله محيي الشام وأهل الشام. الله يرحم أبوك ويعلي من مقدارك يا سحيم. تعيش تعيش شيخ عبد العليم تعيش. أنا ما عم بعمل غير واجبي وبأصلي. وأهلا وسهلا فيك يا أبو النار، وأهلا وسهلا فيك وبأهالي كلهم. أنت وأهلك نحن جماعة واحدة، وهي الحرب ما عليها مراجل بنوب. يسلم تمك يا أبو عزام، وهلأ تفضلوا منشان نوزعكم على البيوت الفاضية بالحارة. عمي بيوتي فاضية وجاهزة لكم، ويا ألف أهلا وسهلا فيكم. فيك الخير يا زعيم، وأنا بيتي مفتوح للعقيد أبو النار زعيم. الله بحيي أصلك يا سعيد، الله بحيي أصلك. وأنا في عندي بيت تاني يلي بحب منكم يسكنوا أهلا وسهلا فيه. الله يجزيكم الخير، وهذا عشمنا فيكم وما بتقصروا. معناتها خلينا ناخذكم نوصلكم لحتى ترتاحوا. مختار أنا باخذ قسم من الرجال وأنت بتاخذوا الشباب الباقي. تفضلوا يا سعيد. شرفوا معنا سعيد. قدم باق منك سكر وشاي؟ سيدنا يعني حوالي شي 5 شوالات سكر وشوي. شقد شقد شقد؟ يا سيدي وثلاث صناديق شاي وشوية فراطة كمان. يون انت عندك هالكمية؟ ولا جعت تمزح معاي؟ لا يا ابو مشعل، ليش في مزح بيني وبينك؟ لا بالله ما في مزح وماني مصدقك. سيدنا هلا انتوا سجلوا المسروقات اللي قلت لك عليهم، وبس من لقطوا الحرامي رح تصدقونا اكيد. شري عليك تطلع كذاب. شو بدنا نكذب سيدنا؟ وانت شو المبيوق من عندك؟ يا سيدي لما انضربوا على الشام كنت منفق كل الخضره اللي عندي، ما سرقوا شيء من عندي. عجل ليش جيت لي عندي؟ سيدنا ابو حدو جاي يشتكي على اللي كسر له قفل الدكان. لا تحشي الا لما اقول لك. مثل ما بدك سيدنا. الحز عليك جاي لي عندي؟ سيدي مثل ما قال لك جاري، انا جاي اشتكي على اللي كسر لي قفل الدكان. ها؟ ما قلت لك يا سيدنا؟ زين زين اكتب يا سمسم اكتب. حضر سيدنا. حضر إلينا المدعو أبو مصطفى صاحب القهوة، وادعى بشكل نظامي بأنه انسرق شنبق لك 5 شوالات سكر وثلاث صناديق شاي و10 شوالات فحم. اي زين زين اكتب يا سمسم اكتب.
هو صحيح حبة خلصت، بس هذا الفرنساوي ما راح يحصل له خير بنو. إن شاء الله يا رب. ده اللي بيضرب الناس العنزل بالطيارات ما في لا شرف ولا ضمير. الله يهد فرنسا بجاه، لا إله إلا الله، ولا رحمة ولا شفقة. الله لا يوفقهم يا رب. عمي المحتل طول عمره ما في بقلبه لا شفقة ولا رحمة ولا إنسانية. لا والله. تفضلوا تفضلوا. الله لا يوقع حدا بضيقة يا رب. وهل الملأ اللي يجوا لعنا عمي أبو معروف؟ وبدي يروحوا يعني؟ يعني لقولوا الحارة غير حارتنا. شنو ما بيكفي أنت عنا عمي؟ مرتي سكتي يا بنتي. يامو روحي ساوي كاسة شاي لعمك بسرعة. حاضر يامو، رح ساوي لك شاي يا جوز أمي. الله يصبرك على ما ملاك يا أبو معروف. ابن عمي طول بالك عليها، لساها صغيرة. الله، شو هذا البيت؟ لك مو بس مقلشة، لك معفن طالع ريحته كمان. لك شو هاد؟ يخرب بيتك. لك اللي فيني بكفيني أنا. هي أنا اللي طلقوا المقنشح البيت، تقولي ما كان فيه حق حريم. أي لكان هارة الطبع بيعطوهم بيوت شرحة وبرحة حلوة كتير، ونحن أعطونا شقفة الخرابة هاي. هي حبيبتي كأنه مو عاجبك البيت. شو قلت؟ أنت شو رأيك؟ عاجبني البيت أنا؟ هيك لا مو عاجبك، كسروا بخاطرك بعدتي حمى، بس انت حبيبتي يعني احسن ما نسكن بصهاق. ولا ابو نحله؟ مين قال لك انه نحن بدنا ننام بالصهاق؟ انا قلت بس يعني حبيبتي ادري انت ليه مو عاجبك البيت؟ صاير عم بتقول والله، عم ترفع اصبعتك بوشي. لك يا فهمان، انت كنت لازم تنقي البيت على طلبي انا، بيت كبير وشرح جاهز من مكاميله، مو هذا البيت اللي طرش الغنم ما بيقبل ينام فيه. الحق معك والله، الحق معك، العين تطرقني، العين تطرقني طرق. يعني انا كنت لازم اقول له لا زعيمي ارجيني كل بيوت الوجع على الناس قبل ما انا وياك نيجي لهون. عم تتمسخر علي؟ طبعا طبعا لازم تقول له يا فهيم. يكتر خيرك، خلص حبيبتي ادري هلا بروح لعند الزعيم، بس انت لا تنجازي وانا بقول له يغير لنا البيت على بيت اكبر مثل ما بدك. شو رايك تسد حلقك وتروح تلاقي لنا شغله نسد فيها جوعنا؟ لك انا مت من الجوع. عاش الجوع حبيبتي. لوين رايح؟ على المطبخ. شو بدك تعمل بالمطبخ؟ لك ما في شيء بالمطبخ يتاكل، لك ما في شيء بكل البيت. لك روح ركض على الحارة ولاقي لنا شغلة دسمة نسد فيها جوعنا. لك بسرعة. لك لك 100 أهلين بأخي بكري. مهلك بعدين. لا تخاف شو بك بكري؟ إيه بعدين جلس راسك مثل العالم. شو بك؟ شو نايم؟ أمرك. ليش خايف؟ شو بدي طهرك أنا؟ لك 100 أهلين ببكري. عراسي يا بعدين. حبيبي بكري. مرني. قلي. شو أخبار الحارة؟ أي أخبار بدك ياها؟ إيش هي لأحكي لك؟ يعني أنا اللي بقصده إنه أخواتك يعني إنت بدهم يطلعوا من السجن؟ آخ لك يا أبو عادل، أنت سمعت بحياتك الفرنساوي أخذ واحد ورجعه؟ لا والله، بس يعني أنا اللي بقصده ايه؟ إنه مع هدوكي ما قدروا يهربوا من السجن؟ أخ لك شبك هدي أبو عادل، اسمعني كلمتين نضاف، إذا ما صار الاستقلال ما راح يصير اللي بدنا إياه. هي والله الحق معك، إن شاء الله بيصير الاستقلال وبنخلص من هالظلام اللي الله لا يوفقهم. آمين، الله يسمع منك يا هدي. هدي 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 ها؟ لا عم بشغل وراء ابنك. هدي شو بدنا بكري؟ ان شاء الله نعيما. الله ينعم عليك. لك شو هالشموميه هي؟ ان شاء الله ما بتملى. ايه الله يخلي لي. هات لك بوسه. هات ان شاء الله نعيما. بوسك العافيه يا حبيبي. الله يخليك. ايه ولك يا ميت اهلين وسهلين. احلى كاسه شاي اترك احلام لاحلام عبد الوهاب. وين نهارك يا عيدو؟ جيتك ابو حمزه جيتك. تفضل.
يا ميت اهلين وسهلا. انت شرف عمي شرف. اهلا وسهلا ابو نحلي بيك. سنين اهلين ابو نحلي. وانا مصطفى صاحب القهوه. برنا عمي. الله يمر عليك. صاري مو انا اللي بدي امر عليك. بري مرتي. ايش المستوره مرتك اسمها هيك؟ هيك اسمها من وقت ما خلقت لهلا وتجوزتها. وخالكتني طلبات. الله وكيلك خالكتني طلبات. خير عمي. وش بدها المستوره مرتك؟ شو بدها المستوره؟ جاب هلا اكلت بكرير مع رز مفلفل مع السمنه هي اللي بتحبها انت الطيبه كثير. ايه فهمت عليك فهمت عليك. هي من الصبح عم دور على حمام على لحام الحاره وما عم لاقي. وانت معك مصاري لتشتري لحمه؟ هلا انا معي مصاري. هلا معي مصاري. الله يعني اذا عن طرق فرنساوي فجر البيت بكل شيء فيه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بصير خير عمي بصير خير. عيدو لك يا عيدو يا عطايا بسرعه. مور معلمي. ليك عيدو طلع عند اللحام اللي بالحاره وصيها على نص كيلو لحمه هبره. الله يشوف 3 كيلو معي اللحمه. والله شاكريه مثل 3 كيلو لحمه هبره لك يا ابو رحلي. شفتي لك هذا كيف؟ مصطفى ادري ما بتشبع ما بتشبع. عيدو مثل ما قلت لك وصل عند اللحام اللي بالحاره وصيه على نص كيلو لحمه هبره مشان الشاكريه. امرك معلمي. شرف ابو نحله شرف. ما بتزبط نص كيلو ما بكفي بدي 3 كيلو وكماله اغراض الطبخه يعني هيك رز وشعيريه ونعاره لبن وقطايف وطفيري. مثل ما وصيتك بتوصي اللحام نص كيلو لحمه ما في غيره. تأمر معلم. خلص عمي خلص. انت روح على بيتك والاغراض بيوصلوا لعندك. كثر خير. ولو خير. الله عمي شرفت شرفت. اهلا وسهلا. ابو مصطفى 3 كيلو. نص كيلو. الله يعزك. اهلين وسهلين. الله معك الله معك. شرف ابو نحله شرف. شرف ما بصير. شرف شرف شرف. يلا عيد وخذ من وشي. شرف 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 ما بصير. رضاي عليك يا وسيله. بتجهزي اكل للناس حين. الجماعه جايين ايد من ورا وايد من قدام. اكلهم الجوع. جايين بثيابهم يا حرام. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني قلتك خلص القصف؟ بنقول ان شاء الله. هدول 3 ايام مرقوا كانهم 3 سنين. بس انا شايفها هديت. شنو اليوم ما سمعنا شيء. منيح يلي ما نزحنا مثلهم. فال الله ولا فالك. لك هلا مو وقته. لو بدنا ننزح كنا نزحنا قبل هون. يلا يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. ايه ابي شو صار معك؟ مشي الحال ابي. النسوان اللي ما معهم رجال قعدوا لحالهم ببيت واحد. والمختار تولى ابو قاسم ابو مرزوق. والشيخ عبد العليم قصر يقعد بالجامع. قال هنيك بدي ارتاح اكثر. يعطيك العافيه ابي. يلا بدك مني شيء ابي؟ انا راجع على الشغل. لا يا ابي بس امك واختك يخلصوا اكل لضيوف الناس حين. ببعث وراك مشان تساعد بالتوزيع. ايه امرك ابي. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. الله معك. الله معك. الله معك مهونه يا ضوي عيوني. والله اللي صار فينا مو قليل ابنه. يا حسرتي علينا. وين كنا وين صرنا؟ استهدي بالرحمن يا مراه. الله يرضى عليك. استهدي بالرحمن. هي مشيئة رب العالمين. لا تسألي على اللي راحوا لك. اسألي على حالك. قولي على عمتي يا ترى أهلي شو صار فيهم؟ عايشين ولا ميتين؟ نحن نفتنا بريشنا بس ما قدرنا نعرف شو صار فيهم. ليش بتقدري تسألي على حدا؟ مو القصف فوقك وتحتك. مثل يوم لأيامي ربي اسألك نفسي لك ما ضل بيت بحارة الضبع إلا ما وقع يا حصرتي. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا لازم أروح على المشفى شق على سعيد وشوف بركي حدا من أهلي ناقلينه لهنيك. ولي على قامتي إلا ما أسمع لشي خبر. لك وين بدك تروحي؟ عدي واسكتي. جوزك قاعد بالمستشفى بأمان. بكرة بيتحسن وبصير أحسن وبيجي لعندك. هلأ مو وقته مو وقته تسألي على حدا. مو قدراني أصبر يا أمسكي. مو قدراني أصبر. ويلي جوزي ويلي أهلي. لك يا بنتي يا بنتي شو بده يصير أكثر من اللي صار؟ الحمد لله قاعدين ومو صاير شيء علينا. هلأ بعد شوي جيران بيتحننوا علينا وبيطعمونا. قلتك قاعدين ومستورين بهالبيت حسرة على غيرنا. هاي نفتوا منا يعني ليه؟ لشو بكي؟ الحمد لله. يلا إن شاء الله ما عفاية. أي شيء بيلزمك بس خبريني. دخيلك يا أبو دخيلك.
هدى. هدى. دخيلك يا عمو. علي ان شاء الله. انا بعرف انك كتير تعبانة بس ماني قدرانة اقوم لعندك. موجوعة يا فايزة. موجوعة. الله. سلامتك حبيبتي. يلا هلا نحن بالمستشفى. ان شاء الله عن قريب منطيب ومنطلع. نرجع على الحارة. شي يا بيك، بس عم اقول انه انا لو بقدر ساعد الناس مثل ما عم تقدر تساعدهم انت. كل واحد بيساعد حسب استطاعته. مزبوط. يمكن انا ما بقدر بس الوالد اكيد بيقدر. الله يصلحه للوالد. حبيب قرش. مو حبيب، بيعبدوا للقرش عبادي. تحرك يلا. كتر خيرك يا بيك، والله كتر من امثالك. كله خير الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا بشعب أخبايا. يلا يلا. كم أحلى عقيد والله. شرفت بيتك عقيد. الله يعلي بقدارك يا سعيد. نحن خدامين الطيبين أمثالك أبو النار. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. مد إيدك، مد إيدك عقيد. يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. سيد اخي سعيد سيد. يسلموا. والله عم عزبك معي. ولا يهمك عقيد. بسم الله. ليش ما عم تاكل عقيد؟ تذكرت انه في ناس مو منيله بتاكلها، يمكن ما حدا اخذ لهم شيء ياكلوا. إيه لا تاكل هم عقيد. اهل حارتنا ما راح يتركوا جوعان، وباذن الله انتم ما بتحتاجوا لشيء. ان شاء الله. وعشمي فيكم كثير كبير. ولا يهمك عقيد. هلا بطلع على الحاره ما برجع الا لجيب لك كل اخبار الناس اللي فاتت لعنا. وبإذن الله ما حدا بيحتاج لشيء. الله يديمكم ويخليكم. والله انتم ما قصرتم على بنوب. لكم اولاد بلد، اولاد اصل. لا حول ولا قوة الا بالله. الله الله لا يوفقك يا فرنسا. كول عقيد، كول. معلش مني شوي هلا باكل. مو مشكلة عقيد، على راحتك. لا حول ولا قوة الا بالله. دشيك صافي له. أبو نبيل.
بعت لي. مع مين بعت المعونه؟ مع بسام ابن المخللاتي. ايه الله يصلحك على هالعمله، ما لقيت غير ابن هالبخيل. وشو بدي بابوه؟ المهم هو قبض ضايع يعتمد عليه. ايه انت قدرة. يا ريتك خليتني دور عليهم بابا. ليش بقى؟ مشان اذا كان فيهم جريح او مريض ضاوي. إيه لا ما في ولا واحد من بيناتهم جريح، كلياتهم صاصلين. بعدين اذا في حدا مرضان شلون بدك تداوي؟ لك لساتك طالبه انت. انا سنه اخيره طب، كم يوم بتخرج بصير دكتوره، صار فيني عالج. يا ستي اذا في واحد من بيناتهم مرضان ببعتك تداوي، بس شو رايك هلا تقومي تحطي لنا لقمه ناكلها؟ مو تكرم عيونك التنتين. وانت شو اللي مو عاجبك ببسام؟ بيتزنزل بدني بس اسمع اسمه، من سمعت اهله. لك شو بدنا بسمعت اهله؟ الشاب قبضاي وعم بقدر اعتمد عليه، شو بدي اكثر من هيك؟ ايه ماشي ماشي، مثل ما بدك. يا مو، ليش ما نادينا لحدا من نسوان الحارة يجي يساعدنا؟ مو كان أحسن من هالعجقة؟ قصدك ليش نسوان الحارة منتخوا وكل وحدة من بيناتهم عملت لها شي طبخة ووزعتها؟ يعني منه كان خف علينا شوي ضغط الشغل، ومنه بيضت وشها، وبنفس الوقت كسبت ثواب واجر. ايه والله معك حق، المفروض كانت كل وحدة تتلحلح على حالها وتعمل لها ولو طبخة صغيرة، كان بيمشي الحال. يلا، صار اللي صار. بركي اليوم المساء بحكي مع ابوكي وبخليه هو يحكي مع الرجال يحكوا مع نسوانه. ايه ياما، تعملي زينة العقل. ناوليني ياما الملح من النملية. يلا ياما. بسام، زيزة، كريمة. أهلين يا أبي. أهلين يا أبي، الله يرضى عليكم. خلص الغداء؟ عصافير بطني عم تزقزق. ها سلامة عصافير بطنك، فوت غسل وارتاح بين ما نجهز الغداء. يا أبي صحيح اجوا لعنا على الحارة ضيوف نزحوا من بيوتهم؟ إيه والله يا أبي، الله يكون بالعون. الله يعطيك العافية يا أبو بسام. أهلين أم بسام، الله يعافيكي. أبي عم يقولوا الناس إنه تهدمت بيوتهم بحارتهم وما ضل عندهم مكان يتقاووا فيه، عن حقها؟ إيه والله، قلوبنا من جوا تقطعت عليهم. والله بيقطعوا القلب. اللي مات مات واللي راح راح. الحمد لله نحن ببيتنا هيك ما صار علينا شيء، نحمد الله ونشكره. ايه والله اللي صار ما بتشتهي لعدوك. ربك لطفينا، لك ضفر ولد بيسوى الدنيا وما فيها. عم بيقولوا انه تقاوا ببيوت ابو عزام، عن حقها؟ ايه من حقها، فتح بيوته وسكنهم فيها، اكلين شاربين. طيب مو لازم نطبخ نبعث لهم يا رجال؟ ايه والله يا ابي. لا لا يعني قصدي ابو عزام تكفل باكلهم وشربهم. شو بنا؟ فوتوا حضروا الغداء، اخواتك جايين وراي. يلا يلا امي حضروا السفره. يلا على عيني. حمرا وريان البندوره، اسود وقلبه ابيض الباذنجان، للمونه يا بصل، للمونه يا توم. بطاطا يا غربيه، فاصوليه غربيه، كراسي عالية، كراسي وطن. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلين أبو أحمد. مليون أهلين، أحلى أبو حدو. تسلم يا رب. الله يسلمك إلي. صدقني صدقني يا أبو حدو، وأنا عم أسمعك أنت عم تنادي على الخضرة والفواكه كأني عم أسمع محمد عبد الوهاب وهو عم يغني كأني نحك يا بلبل. ها قلت لي عبد الوهاب وشقاني نوحك يا بلبل؟ ايه شقاني نوحك يا ابو حدو. ها وشو المقصود من هالحكي ابو احمد؟ يعني ما في عندك هيك كم كرسي قش مشان اشش لك ياهو؟ لا والله ما بينعز عنك. امانه امانه، اذا حدا سالك ابقى يعني استبعدني، لاني صار لي اسبوع ما تسببت. من عيوني، الله يرزقك. الله يخليك. مع السلامة. مشيش مشيش كراسي، أصابيع الببو يا خيار، كراسي عالية، كراسي للمونة يا توم، للمونة يا بصل. كيفك يا سهيلة؟ طميني عنك.
الحمد لله، مشتاقت لك يا بعد عمري. يا الله ما احلى هالكلمه من تمك يا سهيله. يلا بقى عجلي بجهاز، ايمتنا نتجوز؟ ان شاء الله عن قريب تقبري. يعني بتعرف لسه بدي روح لعند الخياطه، في كم شغله مشان تفصيله الجهاز ولوازمه. الشغله موقفه عندك يا سهيله. طول بالك ابن عمي. هلا صحي ما قلت لي عن جد النازحين ركنوا عندكم ببيوت عمي ابو عزام؟ اي والله يا سهيله. طيب يعني شلون بدك ياني استعجل بالجهاز؟ ايش كان ركنوا بالبيت اللي بدنا نسكن فيه؟ موقف يا سهيله موقف. بعدين بكره بس بدنا نحضر للعرس، نفضي البيت اللي بدنا نسكن فيه ونتجوز. الله كريم يا عزام، الله كريم. ما بدك تفوت تشوف اهلي؟ لا لا مو وقته هلا. بدي روح وزع اكل على هالمساكين بيكونوا ماتوا من الجوع. الله يقويك على فعل الخير تقبرني. بدك شيء؟ سلامة قلبك. سلمي على عمي ومرت عمي. الله يسلمك. يلا بخاطري. الله معك. مع السلامة تقبرني. ليش طولتي هالباب؟ أكيد خطيبك عزام اللي واقفة معه. إيه يا أمو، يعني هو كان مارق مرق الطريق وحب يسلم عليه، هي كل القصة. ليش وقفتوا عالباب؟ فوتوا لجوا. لو إجا أخوك الشكري وشافك كان عمل لك قصة كبيرة. معك حق يا أمو، لا تواخذيني. والله هو كان كتير مستعجل وقال لي سلم عليك وعلى أبي كتير، بده يروح ياخذ أكل للنازحين اللي عنده بالبيت. لو كان ما لازم تفتحوا سيري على الباب. معك حق يا أمو، خلص مثل ما بدك بيصير. يا أمو مو لازم روح لعند الخياطة مشان تاخذ قياسي لتفصيلة الجهاز؟ بلا لازم تروحي عند الخياطة، بس بالأول من نشاور أبوكي، وأبوكي بيتفق مع أبو عزام على العرس بالأول، بعدين باخذك لعنده. طيب يا عمو مثل ما بدك بصير، بس يعني شو رأيك تحكي مع أبي بالأول؟ يعني بركي بتروحي أنت لعند أم عزام بتتفقوا على موعد العرس، يعني قبل ما يحكوا الرجال. خليه على الله، روحي لشغلك. على عيني يا عمو. إن شاء الله مجاري الهنا يا خالتي. إن شاء الله بيسلموا الإيدين، إلهي طول بعمرك يا أبو عزام ويعلي مقدارك يا حق. الله يخلي لنا إياك يا خالتي، وأنا المسا بمرق لعندكم وشوف إذا معتازين شي. لك روح الله يحمي لك شبابك ويخلي لك أبو عزام. يلا السلام عليكم. روح يا ابني، الله معك، الله معك إلهي. حبيبتي مطرح ما يصير يومي. يسلموا ايديك. الله يسلمك، لك الحمد لله بعثوا لنا اكل، كنت ميت من جوعي، والله كنت ميت من جوعي. اي والله. كثر خيرهم جماعه ما قصروا. صحيح بنت عمي، هلا عدة الشاكريه شو بدنا نسوي فيها؟ انت مو جوعان؟ ست حلقك وكول. ومشان الشاكريه حبيبي لا تاكل هم. بكره من على بكره الصبح بتفيق وبتصبحني بهالوش الحلو وبتعمل لي اياها. حاضر. اسكب لك فاصوليه. ان شاء الله طحتي، ان شاء الله طحتي. لك شو عم تعمل؟ لك ليش خبصت هيك صحني؟ لك مو بتعرفني ما بحب اكل هيك؟ العين تطرقني شو بحب هيك. صدقتك. الله يزيد فضلك ويسلم ايديك يا حبيبة قلبي. الله يسلمك. شو بكي بوران؟ شو بكي؟ والله مو قدراني اكل وما في نفس. لا يا حبيبتي، سمي بالله وشوفي، والله الاكل ظريف. بعدين اللي بياكل على درسه وبينفع نفسه، هيك الله رايد لنا، شو نعمل؟ يلا بسم الله. شو يلا قولي بسم الله، يلا بلشي. هاتي اصب لك. صبي الك، والله بتصبي الي. إن شاء الله ألف هنا على قلبي. يسلموا إيديك يا أبو عزام. آمين. يا أخوان، امبارح انقصف البرلمان وصار في جرحى وشهداء من رجال الشرطة، الله يرحمهم ويكتب لهم الجنة. الفرنساوي عمل مجزرة حقيقية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل. يا جماعة عم يقولوا
انه اجى امر من مفوض الشرطه بعدم الامتثال والقبول لتحييد العلم الفرنسي بالمفوضيه الفرنسيه اثناء انزال العلم الفرنسي، وهذا هو سبب قصف البرلمان والمجازر اللي ارتكبوها. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. يا جماعه الخير، ما في شيء عند ربكم بيضيع، وباذن الله باذن الله النصر قادم لا محاله. ان شاء الله ان شاء الله. يا شيخنا ديال مظلوم وعند ربه بريء، الله لا يوفقه شو عمله بهالشعب العازلي. لك شو بدها تعمل الباروده قدام سلاحهم الفتاك؟ شو بدها تعمل؟ الله يصطفل فيهم يخلصنا منهم على اهون سبب. يا جماعه، السلاح اللي استخدموه ما في منه بنوب، والسلاح اللي عنا يا دوب ندافع فيه عن حالنا، بس رجالنا حاربوا بقوه. نسال رب العالمين انه يبعث الفرج. يا اخوان، خلينا ندعي لرب العالمين يوقف سفك الدم، عسى انه يستجيب لنا. اللهم فرج عنا وعن اهلنا وعن اخواتنا، واكشف لنا ضرنا بعد كربنا يا رب العالمين. امين. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام. تفضل تفضل. يا الله. يا سيدي، خبرنا، شو في اخبار جديده؟ والله الاخبار ما بتسر بنوب، نحن بوضع ما بنحسد عليه. هلا انت لك معارف جوا وبرا، بدنا الاخبار التازه. شو في؟ شو الاخبار التازه؟ قصف امبارح على البرلمان روح كثير من الشرطه، وشكري بيك الله يحفظه بعث وطلب المدد من الدول العربيه وغيرها، بس ما في جواب، والشهداء كل مالهم عم بيزيدوا. ما فينا نقول غير الله يجيرنا ووقف الحرب. يعادينا عم يحفر قبر بيده، نخوتنا وشهامتنا جوهر أصالتنا، عزتنا وكرامتنا كرامة حالتنا. بالحق بيوت بتعلى يلتقى لعزو هيبة، بالحب قلوب بتحلى يشهد للعالم خطيبة. طب ديار ونافورة سيعة وردة جورية، ياسمينة فوحة كورة حرارتنا الشامية. مهما طول زمانه بعدك يا ليلي.